عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتي الحسناء. مرحبا بكم مشاهدين هذه القناة أينما كنتم. كيف ما شفتوا في العنوان، احنا مكملين معكم ان شاء الله في الأعمال اليدوية. الناس اللي كيعجبهم هذه النوعية ديال الفيديو كتوصل بزاف بلي كومونتير ديالكم، كنحاول نجاوبكم على كاع لي كومونتير ديالكم. ان شاء الله اليوم فيديو جديدة وطريقة جديدة لصنع علبة، هذه المرة من الزاج المهرس. غادي توريكم الوالدة جميع الطرق والمراحل كيفاش تصايبوا هذه العلبة هذه، وكتجي رخيصة اكثر من خشب الليزر، وحتى في يعني في الحطة ديالها كيف ما كتشوفوا كتجي راقية بزاف. عاونونا فقط، الله يعطيكم السر، الله يجازيكم بالخير بالاشتراك ديالكم في القناة باش نزيدوا ان شاء الله بهذه القناة القدام. خليوا لي جيم ديالكم الى عجبكم الفيديو، والى عندكم اي استفسار خليوا لي في لي كومونتير، انا غادي نجاوبكم ان شاء الله فيديو ماجية. نخليكم دابا مع لا فيديو باش تشوفوا طريقة صنع هذه العلبة الراقية من ادوات اللي هي بسيطة جدا. بسم الله، معكم واحد الخدمه عجبتني بالمرايه مكسره مهرسه، يعني المري سرس لها شي مري ولا شي حاجه ما تلوحوش، او تمشي عند موالين الدجاج واللي عطيني دوك البقايا ديال الدجاج اللي مهرسين، الا عطاهم لك هكا كديري زيت كتهرسيهم. كنحتاجوا الكوليه ديال بي 7000 ديما تنوريها لكم، هاد لاستراس غادي نخدم به، هاد الجلد كنقطعو من هذا، كتمشي عند مول الجلد اللي كيبيع القلوعه ويبيع الميكا وداكشي، واللي كيكون عنده هادو في الالوان. كنحتاجو شيته، كنحتاجو الفوله ديال الخشب فايت وريتها لكم في الفيديو، كنحتاجو هادي صباغه مائيه كتخلط مع القبس، كنحتاجو القبس يدلي القبس او السيمه البيضاء هادي باش كنخلطو القبس، بوانيه عند مالين الدجاج، الماء باش غنخلط الماء عادي باش غنخلط القبس، والدجاجه كنحتاجها كندي عند مول الدجاج كيطخبها هكا، والمريه ديالي اللي غيدار في الصندوق. غنبدا معاكم، بسم الله، عادي كديري الصباغه عاديه الكوله، عفوا ديري الكوله كتبدي تلصقي في البقايا هكا عادي. عشوائي داكشي كتمشي معاه عشوائي، بقاي تقلبي على الصغار تقلبي على سميتو، واحتياط هكا لا تضربك شي جاجة ولا شي حاجة بالسلامة اللي حلاي كتبها، صافي كتمشي معايا هكا كتخلي متا كيلصقو. كاينين صغيورين باش كديريهم في البلاصة الصغار، هادي الخدمة ديالها في الأخر كتجي بحال هكا، كتجي بحال هادي، هادي لصقات. أنا غنوريكم أشنو غطبقو عليها مزال. شدو شوية د القبس، عشويه ديال القبس هكا كتخلطي باش ما كان بعود بشي حاجه هكا تخلطي بها القبس، كديري واحد شويه من هاد الصباغ المائيه، راه فيها الوان البنات وربات البيوت العيالات صحاب الصناعه التقليديه، راه فيها الوان، فيها الكحل، فيها الخضار الاحمر، اللون اللي بغيتي. انا اختاريت هاد اللون عجبني، كديري فيه واحد شويه ونشوف كتخلطيه، الا جات هكا جارية كديري بحال العجين، جات شوية جارية كديري عليها شوية القبس عاوتاني كتصبح على هاد الشكل هكا. نتوما راه اللون اللي بغيتو اللي حبات خاطركم كديرو في هاديك الصباغ المائية، الا بغيتو تخلطو معاها شوية القبس اللون اللي بغيتو غديرو.
صافي كطبقوها هكا فوق داك الشاش اللي داك المرايه اللي مهرسه اللي لصقناها بالكوله كديروا هكا هادي كتعمروا دوك ما بين المري والمري ما بين الفراغات دوك الفراغات اللي خاويين كتعمروهم بالقرص والصباغه بحال هكا وما تخافوش راه المري كيتمسح ما تخافوش منه راه كلشي غادي يكون داكشي زوين وليس كاع دوك الفراغات كتعمروهم بالقرص وديك الصباغه اللي بغيتي راه ملي كتمسحهم كيبان المري زوين كيبان داكشي زوين كيبقى يبان على المري وكتكون ما كتجرح ما حتى شي حاجه هانتي محتكم كتمسحوا راه كتبان لك كلشي الفراغات هاي هاي فين ما بان شي فراغ كتمسحوا مسحوا عليه القرص باش كتجي عامره باش يعمر دوك الفراغات كاملين وكتخلوا القياس راه عرفتوا القرص دغيا كينشف خلوه نص ساعه كاع ولا شي حاجه باش تكونوا مرتاحين فيها كتبقى هكا حتى كتنشف ملي خليتها حتى نشفت صافي كنكرطو هكا عاديه كنمسحوها بحال هكا عادي باش كيبان المري صافي غيبدا يبان لكم المري كتبداي تكرطي فيها هكا كيحيد القبس فوق المري راه ما كيبقاش والفراغات كيعمروا صافي كتمسحوها ببونجا ولا باش ما كان بونجا ولا كلينيكس ولا شي حاجه كترطبيها بالماء كترطبها بحال هكا وصافي كي باش يتمسح باش يبان بلاصه المري باش يبان المرايا والفراغات راه عامرين متخافوش منها يمسحو راه غير القبس غير كيشد بلاصتو ما يبقاش يخرج وما تخافوش من المري راه ما يجرح ما حتى شي حاجه هانش نتوما اللون اللي بغيتو انا عجبني هاد اللون على حساب الخشب واخا غطيت الخشب بالجلد نتوما اللون اللي بغيتو راه غيجيكم زوين راه هاد الصباغه المائيه اللي خلطت مع القرص راه مزيانه وفيها اللوان اللي بغيتو هانت راه كيجي رطبه ما كتجرح ما حتى شي حاجه كنمسحوها كتصبح على هاد الشكل بحال هكا راه رطبه ما تخافوش منها راه الدجاج ما كيبقاش ملي كديروا فيه القرص كيعمروا دوك الفراغات ما كيبقى لا يجرح لا حتى شي حاجه دوز يدك زوينه ما فيها حتى شي حاجه وانا غنكمل معاكم الباقي ديال سميتو غنكمل بهذه غادي نلبسها من داخل وهاد لي ستراس غادي نديرهم الدجاجه والبوانيه غادي نكمل معاكم دابا هادو غادي ندير نكمل به هاد الجنب هنا غادي تشوفوا كنديرو كولايا دلي ديال الخشب عادية بغيتي ديرو بي كولا بي سبعالاف فرا زوينة بغيتي ديرو هادي راه تاهي كتشد بالنسبة لهاد لي ستراس لي غادي ندير راه تاهي كتشد مزيان كتعمروا الفراغات اللي هكا باينه ولا شي حاجه ولا بقات هنا شي حاجه كتقطعوها كتقطع هكا شويه بالمقص باش كتجي قدها غادي نخدم معكم الدجاجه الدجاجه اللي راه كتمشي عند مول الدجاج كيدير لكم هاد الثقب هنايا على حساب هاد البوانيه وهاد لي ستراس انا درتهم غير بوحدي ما بغيتش نجيب الليزر قلت غادي معايا الجاج ما بغيتش ندير لهنا الليزر قلت غندير لها هادي غادي تواتيها وغندير هادو في الجناب وغادي تشوفوا كيفاش صايبتي لها هاد الخيبه هذا عا بوحدي قطعتها من لي ستراس قطعتها وثقبت هنا بوحدي صافي درت لها باش تجيك هي هذيك مع هاد البواني مقاده صافي
ونتوما راه كل يعني الذوق ديالو كيف ما بغيتو تلعبوا على داك الاستراس ممكن تلعبوا عليه. هي اختارت هذا الشكل هذاك كاري، اختاريتو على حساب هاد سميتها اللي درت، هاد الباطا اللي درت ما فيهاش الليزر، داكشي علاش قلت ندير غير الاستراس. كون كان الليزر في الجنب غادي ندير الليزر هنا هنايا في بلاصه البوانيا، ولكن هي مري قلت انا اختاريت لها هذا غادي يجي زوين. صافي بحال هكا غتلصقوه باش ما باكولا ب 7000 او هادي عاد. كتبان شويه من الفوق لكن كتنشف ما كتبقاش تبان، شوف ملي تنشف ما كتبقاش تبان، هذه شفافه هي ما كتبقاش تبان سميتو. الا بقى شي عيب هكا راه تزيدوها بهاد ب 7000 حتى هي زوينه، حتى هي كتلصق زوين، هي كاع انا اللي كنستعمل بزاف. غنبقى فيها غير شويه، حاولوا الا بقات هكا ما باش ما تضيعوهاش كطويوها بحال هكا وخدموا بها. صافي ملي كنلصقوا هذه ديال الوسط بتجي فيها البواليه كنديروا هادو ديال الجناب، تلصقوا نتوما بهذا الكولا ب 7000 ولا بالكولا الاخرى، الكولا اللي عندكم اللي كترتاحوا ليها نتوما ديروها على حسب الذوق ديالكم، كيف ما بغيتوا تزوقوها زوقوها. نتمنى تعجبكم بحال هذا الشكل، بحال ديروا البواني هكا. من بعد ما ركبنا البواني كيصبح على هذا الشكل بحال هكا هانتوما، وانا عجبتنا عندي هاد الشوشه. نتوما اللي عجبكم اللي عجبكم في الشوشه، انا غير عندي هذه اللي واجده دابا درتها عجبتني كتصبح على هاد الشكل. نتوما اللي عجبكم شكلها زوين، نتمنى تعجبكم. قبل ما غادي نختم لا فيديو بغيت نوريكم هاد الديكور اللي عجبني بزاف، جات هو غزال صايباتو الوالده، صالح لبزاف الاستعمالات. تقدروا مثلا تحطوا فيه لي بونبون اولا تحطوا فيه كا لي سيرفييت غولي ديروه في الدوش ديالكم، بزاف زعما ما يدافيه. الا عجبكم قولوها ليا في لي كومونتير ندير لكم عليه ان شاء الله فيديو خاصه. كنتمنى لا فيديو تاع اليوم يكون على الاعجاب ديالكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه، تدعمونا ان شاء الله باللايكات وبلي كومونتير. نتلاقاو فيديو ماجيه، تهلاو لي فراسكم، مع السلامه.